إن محمد عبد الله فرماجو ومقعد ضبطه كريحة يو مش التجين مدبا مش ندم عين لبقوا قلعه لبقى لعواي هذا ضبطه كريحة سنة وما ويك جابستي كم بعدنا ما كانوا هنقبا تكبو قيو حبذو ذاك الكرسي كهايوان تكبو قوا والله هذا بوخين احنا مش بنشوف جنبه سمال شيء سهل دوني جزء لأ ما طاير سنين دول هذي سمار دول هذي سمار دول مصاب مشيز بقول هم يا دول اللي حدير دول ميو مشيز بقارن قبل كي جدو يعني جبوه وصادرين ذاك الفكر كه كمان كمدها حلول يقولون رسالة لما ذي قارن نبا ده إنه مالش مالك كي واللوجح أساسا كرتيب إنه حلول وسي لكن أنا مدن بمبا إلى الثراء أنا بقاتي كهابا تعكر راح قولنا أرنتن جبلان كتاجن أدبن حقال واحد وقت فك أوضتكو سي أجهين أنا هنا ويسوى بلابطة و 1985 كون سيابق ورسديت شنتي يقلافك جبلان قدو يروكن جبلويك يو بلاوضي وحاجرتي وحانا ما حيب بضان أوضتك كدها صور لأن كشيو هالكن وحاجرتي ويدي دود محمد سياد بره قويسكا مدحوينه وكل شيء السيدة وحي درس لأهايين قولك هيران بردوين مدحويني كعانكا ها محمد سياد بره ديقان باي لأهايين درس باي لأهايين مركي قولوا لي SSDF اي اتوبيا معارض نغطي اتوبيا وقل شيء حابي لابطي دقال ان بيلي وكدقنا ايه مريحان لغو قادو dadkii maadaama dirgigi iyo SSDF ee Soomaan dadka shacabiga ah yaa laayay dadka shacabiga markaa ay guureen waxay soo guurteen balan bal iyo muxuu caabud waa dulkii ay ka baxeen beel kala soo dugin oo buuxiyeen inta ka badi xuqta san qor hayo beeshi madaxweynuhu ku dhashay oo tagay waxay yiraahdeen maadaama dulkii naga xoogay waxaan rabnaa dul inta kursi ku fadhido يا نور هذه سو. لكن محمد سياد بره وحب لابي إن جبوين كا وما قعدوا حلال كي غوس كيسة مرة سابق جوال كفادعو مريحانا عبد عور ودبشي كجوال كا بوليس كا دقيبنا إذا ما كنت مش التارجت كا هيدنا حلال ما قعدوا قريب شن ليرة تليه بوليس كا قوقان أورك دقيبنا من تليه حلال ما قعدوا جمع لف taas oo la rabo in qoyska madaxweynaha lukaas ay soo degaan ka badi suudaanka maxamed suu suudaanka iji suudaan ali sokor iyo waxa la soo hadlay faaducu wiil madaxweynaha soomaaliya ku raba suudaanka la tarayaal bulaha qoysas waxa la soo aaday muqdisho waxa soo raacay xaaj marfeen duq abdul ilay علي محمد جامع محمد دومو محو اها اوديال كري او محو اها ريركا او سغاليال اه يا صور هاي مركا علي بيحي وكله مركا اودياشي يا سلطان كسرع بهاي يمادين بودشو مركا يمادين عبد محمد الحميل دجي ولا صدري كبعد عبد محمد راح حكي وحوقي مدحوينها ku saab qorsiyada tan shanta waxa ka sheekeynayo maxamed siyaad barre madaxweyne Soomaaliya asoo madaxweyne Soomaaliya u toos u dhay marxamad uu rabaa suldaanki eji dafa karbay hun qotay madaxweyne qaran Soomaaliya inuu dhaqaweel iskayga baan dhul doonaya arin la yaab leh ku noqotay wiidan amaanan haya amaanan dadka inuu hayna waa maqan yihiin yadoo haysa qabla laha amaan u haya buu dhahay madaxweyne amaanan dadka ma bihin karin هذه أنت والله وضع بعدك والله سكر تجي. مقابل كجدا مركزي. واحد جبضه. جبضه صار. طب كجدا الخبر إن جبضه سود جيو. ما ممكن أم حلاه ما قاعد مريان. قبل كنا ما كوي سو وي سو كل كي سو جورين. الحويلة محمد سياد بحر غربة توس إن دول أهله. قوس كيسة. الحويلة حكتا يعني محمد ذكر صومال أنت بكر قصون. أنا حقال واحد. العموم
سودان على سكر وادي 1986 كي لوكو حي ما جبهه ذا لوكو النبات خوري لغمية قانو معارضة غمية قانو وحيلا جبهة مريحان بهاي ما هذا وبابور تعيدن كي بيجي يح حوله وطن أوه بيسن ذكر أفكار بكم نقطة ودنا بتجليا ونبك جرين إن عيدن قبيل ومقعد دوريد وطه لكنه تي وحي ما تي إنه بيرتي حول اللي سكجريو إن جيلي ذاك وعند دارد هو بيستين وين ذاك هو بيسينه ما جب هذا وجيله الصعدة العموم وحا مش كم بلعب تي إن ذاك تشدان ليش ويدي مو بيسني وينهم كقدرنا ما لها ولا يسكر مصدر فوري عن سمينا هلير هوب كان دورد أيه ودك وين بتجليو حروين كان لبلاون وارديه دول وس كان بتجليو عيدا حديث دقيق أمني أه لا والله من بوارديها زموجن هل هي تعتقد بوارديها لا والله بدل من بوارديها قفصنا حلب بالله بيكو سن دقيق ذي بوليسكا دوبلي يقوقاني يأحمدو إنه بوليسكا لفرتو هذا من التلقى سن دقيق بروح أها أورك يقوقاني دقنا نحب كيس الله بالغاستو نكوب قطان قول كمروح أما يبو عليك عندك جوداشة ساس فرق خوب كلا قصو قاتو حرين من ليس كرهس كيان بور خوب القصو تك خبك وهو بوبي مك حاب لعبك ده على القبيل إذا كمك قبيل كي نحوينه وعررات حاسو بدري دول الدي مع بس يالبره وتانجيري يو ببدي تنتهي الزوج وطن يلي شكياشي يعني وقصو ورد صح قوم الحين دول الدنيا صورت ما دام حري أيضا لوير دول حق بقوله لكن أصل كذا إذا بلاد معارضة كنا نقول ذاك اللي بتقولي هاين ورال غما قورين دول معارضة غما هاين لكن ذاك منها كعان دول دي بقى أبورتي and then مش راح أكمل هذا قال سوكي it it كي راح بكمل هذاي دقال سو السعوديين دول محمد سياد بره يدور ليه الشيء نبغى كبر بورتي ما كنت دقال كي هويه دارس بلادي ما رح أنك يشاهد دقال لمبي أيوة لأن هيشيس أنت كجارين يا سيدي ما هذا دجال وذا كلامي. خير حكروا مركز دجال ما يأكل. واحد مركب حد دجال يكون مضيع برحمة دجالي. واي. أنت هيشيس كجارين يا ذاك هوي اللوجستي. إيمان كم حا أردت هسي يسوق يعني. قصة صعبة. مكلي لي متجبل لأن مكلي لسه أنا ذاك كهذا عن كده ها. إن لقد دايو ذكر سوكيني إذن اللي هيشيسيني. إذا علاج التاجن تاعي، لبك التاجن هاي، ذك إذا ذك واحد مذاقيه بسنكران، قبل كي جدو يعني جبوه وصادرين ذك فكر كه كمان كمدها، لكن اللي بعده جرتي، اسمعي له واحد بالحقيقة ليش وقت بعده سبوق جد، فرقين بعد جرتي، بره ما خجري، بقص ماش وحاجة كلها دول لذش الشيء، هو التي إن جبلان جدو يجبر ذا الحين جبر هوسه أهل ما مغلد نقضان. تاسنا وحكو حكم من ذلك ربيتاك دوينها العموم مكيلات للسي جبلان ونقرأ بلي آجرته يهدن وحاب بلاوذي دقاكي برهيلة يعني دقاك ياس وحاك بلاوذي في التين وين إن ضد بضن وحاب أقرأ السورين هاي دبات القرمان مركتي ومباسي حوقي ستي والآن التاقن أنا وحان قبا مركة هذا وحي أصل كها حلو هيلين جسم العيو ذاك وهذا ولا لا ما كلام مارمانو هذا دار تكتو هو الدقمو ينكس ذاك وايد صدق سنة مية جوا صدق سنة ما قد ديالك ديالك ملاج أو سياسة ذات لكن ذاك مية قد دقن وأنا بتجليو ما كلب جوسدان ويصدق سنان بيس عبان ذاك أساس ميان ومرة ده بالأذن بلي هاي وحواعي ودعوة معقول لكن أنت تجيب المريحان يوخير كيو وحبان تهاي أسرك إن لا فهمه هذا أسرك لا فهمين أنت على جنب جاريو أنا بحان قبى تبوشين للسميو والله بحيرة كو نقنك هالشيو ودق أنت يا قبر حو جدول التو دمين هو سو وريجو لا صار قدمو يمكن لا إما هذا لجو وريجو إن نقنك مك هلا دتك ولا على حروسك لا دعك شيء وحيالها إسكعفين كنا إسكعفيان وحيالي كل جودن كنا كل جودان ما كهرب محوه هذا في جزار لو جارو كان بعدي مدة سياسة لو سوق جدبو لكن إيدو محوه تاجرته ما مفلي إنه جزء جاريو بس لا ده حلي محمد عبد الله ما جا قدر إن حل لقى جاري جبلان إنك استو
خلافكودي ودبا ديرادي الى اي خلك او كان دغه خيليا سوان كان فرماج وحان ليهي خيليا لا بلايات تاكسي هورتوي خيليا سوهورتوي بص محمد سيد محمد عبد الله فرماج ماشي عيدن بوغي عيدك وجينا وقت عيدك جبلان عيدك جدجو دغالميو او يو لو دعه باي كو كلا بوخا كو كلا جيران انت لبو قوس كو جيران انت لبو قوس كو جيران دغالميان با وخل لهي ايتوبيا اي كي مثلا كينيا ان سو دوش عيدك فر فرماج اللي يسرق حدود اني مركه حدود دي لو دريو كي دي هذا بهمني ما دو قسمه وبانا كي diyaar ee joogay duqeynayeen marka sabab aad muxuu ahaa la dhaho ee waxaan qabanay dab xilligaas la sii huriyay inuu wali taagan yahay way imika dibalan waxay sheegtay in gobolka gudoomiye u soo magacaawday shaqada ka dhacday guriga waxa la weeraray ee dhaqanka ee ugaaska gurigiisa la weeraray ee shaqadu wali way taagan tahay ee safarada diyaarada safar laga celiyay gudoomiye xilka dibalan sheegtay inay ka qaadeen isagu wuxuu taagan yahay xilka laga qaadin qaabka hadda ay wax ku socdaan marka aad fiiriso waa maxay kaalinta u furan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne dalka ah horta magacaabistan hadda oo madaxweyne Ahmed Maxamed Saab soo magacaabay aan degdeg baan u arkaa nimba fikirkiisa muqaddam muqtay qos khilaafka meesha jooday la xalliyay magacaabada Maxamuud Tirso asalka waa in khilaafka meesha jiray la xalliyo marka khilaafka la xalliyo يا تهدي سمعوا نقم بيلد هاي ده لبلا بيل حلس مويان بيلك تا سمعت با انت تجان حلك ران ما كان محن قبا انقلاب كان أسر كيس اللحليو والنقلاف انت هم كوش سديت الشنتي وصاب الهذا إلا دو سو جاني 2023 غيرك كلا لكن جو بلان دجن أو يو كوبدن أو لأمسين هاي سياسيين تو سيشيران إن حقوق دي جو بلان يقول هاي لدوسي أو سامي إيسان أقل من هايستا بس لا يدعي الدول ميقر هراها سلوكو سامي جبلان يقول اسم الله دعي ليه ورطة سوى مالا نبقى سدول ميسا حجبلان غاسكو إباه بعد صعطة بحك السعودة سوى مالا لغولي محوة الناس عارض حك السعودة واحد كسعودة محوة ها ما شاء الله نحو معي هيد براوي وها كسعودة عيل بردي مقاسي فرصة ee Soomaali waxaad mudaysaa waliba inay dagaalka xal ka gaarin wali dagaal u sii ay sii rabtaba haye ma qad Soomaali dib u fiirso marka dawladda kale tagtona ya fiirso waxa ka shaqeysa horumarka dawladooyinkaas marka dalkooda joogana ayaa iswada dulmiya dulfa ma jubbat wujra oo way jiraan beela tabasho sameynayo ee oo sidii la amsiye beela ana xuquuqdu ay ku lahayn Jubaland ana heesamba tas tawajja totole majra beela xuquuqdu Jubaland ku lahayseen ina jira ana marqaatiibka ah ee laakiin hadda wax buuqayo oo dibka wado waa kubi ee muxuu aha la filayay inay Jubaland wax ku haystaan waa kubi ku qasab muxuu dibkooda taagay ee kooxda qorsoon yihiin ba waka hal shay briyaha inuu ka deeyo goolka dido sida هل فقوة؟ سمعنا بالبرم بصوب اللاودة، ضل بالك لها استا، ضل بالك كدول ميو للاي، والله لنا عبقى، هل كده مركا، وحساء نو معها، وعلم مودي فدراليزم كو، إنه سمعنا حلو كينيو، حد بحد مودا إنه قصدر قبيل كيبا، بس قبيل كيبا إنه قليبها، ولوك لا أرسنا يو، ما كان وحن قبا، هل كده إن لو استاغو دا دول فضلك اهل هاد دا وعي ودي سؤال ما بعرف سبحان الله قدبان حلو قدبان سبحان الله قدبان كان وسطو قال انت او سيدي هذا مخوا لو اادي هرجيس او كلا يو لاسعانود اوديال غورتي اوديال دقه لو ديرو او برامج كا غلان
wixii tabasho ay soo xaliyaan baan qabaa Soomaali geedo sidaas waxa la sin jirtay in loo istaagan qabaa Muqdisho waxaa ku shiray siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland ciidalkeeda hadii aan lahayn gobolka geedo qolada ka soo jeeda Jubbada hoose iyo waxo dhan oo mucaarada si gaar ah waxay ugu dhagan yihiin mudaxileedka madaxweyne Axmed Madobe dowladda eedeen u jeediyeen see waa aragtaa fikirka dadkaasi mucaaradka ah mucaaradka iyo arrintii madasha waa kala labo oo isbedel doonka waa kala labo ana hadda ay weydiiso Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland asal ee ma jecla ana ma jecli fikirtu soo shaafay aan moqtahay ana ma rabo asal ee ma rabo laakiin tiim kan maya kursi kama hadlayaa baa salaam isu reebin baa tiim kan hadda oo muxuu ahaa halkan ka hadlayaana xariir muxuu ahaa af hadal dagaal waxa kama taro dawladdu ka fogeeyaa ana waxaan qabaa fikir ka ka bedel in la isticmaalo tabaan muddo soo dagaal mise qabil qabilka oo bedelay waa laakiin askan waa waxa fiicnaad intan idaacada qaylin lahaa in la baxo la tago Kismaayo in Axmed Maxamed system hadda Axmed Maxamed ku fadhiya rag saaxiibadii soo sanatara ku jira siyaasaddu maalmiisa joog bay leedahay saaxiib joog saaxiib joogta ma leh ma kula tahay inta san idaacadda ka hadlin ka hor inaysan Axmed shan si kale u la xiriirin maya inta badan xilligii dadbaha bulshada ku arkay adduun wuxuu iska noqday hal magaalo inta Axmed Maxamedowe muddo kordhis muxuu ah baarlamaanka muddo kordhis ay sameeyeen muddo baarlamaanka Jubbaland muddo kordhisayeen dad inta ay baxeen Kismaayo tagay Axmedowe la hadal la furay ani laba nin baan ogahay cidda kale cidda Axmedowe inta u tagtay waa hadal la furtay ma jirto marka waxa ka ficnaad in inta la tago Jubbaland Kismaayo iskugu tago aan markaa ku raadino wada hadal wax inaan ku xalisano haday iimaan wayso Kismaayo laga soo taginba maxayna Muqdisho iyo Nairobi hadal ka yeeray haday wax weynad u soo kordhinayo aan kasayo oo in idaacad laga hadal aan ahayn ma jirto marka waxaan qabaa in aan anaga team kale mucaaradka horta aan wax isku ogaano waxaa isku ka badan aksmaatiga noo weey laakiin Kismaayo mar doorashada intaysan dhicin dagaalka dhaca oo weliba ka dhacay ay raahde waad ogeyd hadii meesha la tago maxaa xala oo aan xabad ahayn waad aragtay Kismaayo xafadeed la kala xiriirtay xilliga doorashada ay ka dhacaysay Axmedowe lagu doortay xilwanaadku ku doorteen idoo dhalil badan laga qabo doorashadii inkastoo markii dambe aad moodeen xal laga gaaray laakiin dagaal ka dhacay meesha markaas waxay buuqayay Soomaali kama baahayn ba qoyska Axmedowe ka dhashay ma is haysteen qoyska Axmedowe hadday ku heshiinayay waxa kursiga Jubbaland ma kula tahay in beelahi kale ay si daahfuran ugu tartami karaan waxaas in gaaraan ana waan rabnaa horta in Jubbaland oo cadaalada ah oo doorasho xaqiiq xalaal ka dhacdo in la helo laakiin waxa la ku arkay duwan yahay wadada loo marayo ma dagaal iyo ma si alabad ama mucaarad iyo muxuu ahaa iyo muayid ba waxa ku ana marhamno ma amsan tahay beelaha Jubbaland deg in xaq u leeyahay hoggaamiyaan oo hal beel kaliya isan ku ekeen ilaa ba Soomaalida Jubbaland degto oo dhan ba xaq u leeyahay kursiga hoggaamiyaha kursiga u sareeyay qabato wax diidayo ma laha marka ana waxaan amsan tahay si hal reer isugu soo taageen kursigi oo Kismaayo u tageen oo reerihi kale isan laakiin wixii hal la istaagay un nimankaas ayaga wali wax la xamanayay in Maxamed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo nimanka dabada ka riixayo meesha tageen muddaba meesha la damcay in dib uu ka dhaco dibka baa dhici waayay cidda dabada ka riixaysana way ka gaabsatay ka bacdina heshiis bay doonay inay heshiis galaan مش جد انت ليه بدي احط خلعه الحين سوف رجليو ان احنا مش حابط خلعه بعضه بحس ما راح اقول لك قرصان مالي احنا قلنا هي ضد العلوسي وانا حبيت ريدان بنبوين ان بنبلط طول قولي لي لو تورو بعد قلنا صدق قود لو بخي طب قلنا هي ان العقب بدل 3 حبه قود لي سنه لو سيي ان احمد ودلال
marka waxaa soo dhan yaa lacag ku bixiyay maxamed dowlad dir dowlad maxamed waxa farajo ku tahsan maxaa arrinkaas waa xaqiiqa oo heysa dalkiin ku bixiyay anaa waa asaab qiranayaaba hantii wadi wax guryo dhisay waxa lagu ma ogeyn waa xoolo guryo dhisay labada yaqaanaba dadnu ma leeyahay marka ka kari wal ogeyn asaab qirtay baa xoolo lagu siiyay laakiin ani midan bamba ilo tura ah anaa baqati ka ahaba tacaka wax ku culaba lacagta ninka la siiyay anaa wax ku cunay marka sidaa darteed ujeedka loo sii loo bixinay waxay ahayd in meesha khilaaf ka dhaco dagaal ka dhaco adduunkana ma fiicna mudaharaad soomaaliya inay aminkan inuu dhib dhaco dhiig daato in qola xal ku raadiso saa ma ahayn in waxba baba hadal lagu raadiyo waa wadada u fiican oo toos inuu heshiin karo kursiga ra-iisul wasaarenimo xamse cabdi bare uu ka soo jeeday jubbaland oo xildhibaan jubbaland ahaa kahor ra-iisul wasaarenimada muxuu ka tari karaa khilaafka jubbaland ka taagana isleedahay horta xasan iyo xamse way kala magacoo siiyeen madaxweyne xasan waa nin lasoo doortay xamsena waa nin lasoo magacaabay xamse hadda duliil lahay qabo dad baa laqda u arkayaa xamse wuxuu la beel yahay madaxweyne aadan maxamed islaam marka hataa haddii si fiican u hadlo oo intaa u galo waxaa laga yaabaa in lagu qanci waayo marka anigu waxaan qabaa marka doorki ra-iisul wasaaraha ana waxaan qabaa in madaxweynaha uu u istaago arrintaa jubbaland inuu xal ka gaaro xasan sheekh maxamuud xilligii xilka uu ka sii degay waxaan ogeyn arrintii jubbaland in xaaladeeda mar cakirantay oo ilaa dagaalo ka dhaceen uu ku guuldaraystay mase leedahay teeramkan waxaa la joogaa teeramkii xamse uu sameyn lahaa matalaad uu ugu hiilinayo jubbaland inuusan khilaafkan ku guuleysan karaa inuu xaliyo horta wax walba waxay u baahan yihiin in juhdi la geliyo waxaan juhdi la gelin iskama imaado ama xamse horta ra-iisul madaxweynaha waa un team waxaan qabaa ayaga iyo kabanadkoodu inay juhdi geliyaan in arrinta jubbaland xal laga gaaro maxaa yeele anagana waa dhibaysaa in markastaa buuq taagan yahay ma rabno dib dambe in jubbaland wiil nooga dhaawacmo dhimashaba kala daaba in la buuqo oo aminkan laisugu gurbaantuntana waxay dan u tahay axmed madoobe lannu markastaa oo axmed madoobe buuq lagu furo asaga waxgal u tahay maxaa yeele beeshiisii inta dacbanaadna baa sii taageriba marka waxaan qabaa dadka buuqayo axmedoo dadka kursiga ku haayo way dadka buuqa wado haddaan buuqin axmed meesha ma joogeenba markasta oo ay buuqaan axmed taageero badan buu si helaa xagga qabiilkiisa sii helaa si sakmin asaga ku fadhiya marka waxaan qabaa arrinta buuqa in laga daayo in qabiilka la abaabula laga daayo in si muxuu ahaa iyadoo dowladda federaalka la kaashanayo iyo odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee aan jubbaland degin in arrinta xal laga doono xal loo raadiyan qabaa sida muxuu ahaa arrinta laxaalood maxal dowladda u doontay oo wufdi u dirtay in wufdi loo diraan qabaa ani oo arrinta xal laga gaaro oo ay soo qulaasiyaan waxa waddan ka jiro kuwana waxay tabanayaan soo sheegaan kuwana muxuu ahaa axmed madowna wixii laga tabanayo oo uu ka soo jawaabo isaga laftii wuxuu tabanayo asaga wuxuu sheegay wuxuu tabanayo in maamul uu magacaabo loo diidan yahay meeshana asaga madaxweyne ka yahay jubbaland ayana waxbay tabanayaan dhibaatooyin loo geeyey iyo maamulkoo rabin iyo axmedoo rabin waxaasoo dhan in xal waa laga gaari karaa laakiin waxay u baahan tahay halkaas in juhdi la geliyo siisiinta banaanka taagan laakiin axmed wuxuu ka cabanayaa in guddoomiyihii xilli uu magacaabo in laga hor istaagay isagu laakiin waxay u arkaan in doorashadii meesha la rabay inuu ka qabto oo hab cadaalad inay ku dhacdo inuu hortaagan yahay oo maamulka maamulada kale intaasoo madaxweyne inta isku bedelbedelaya keligii inuu meesha taagan yahay oo kursi boqortooyo uu ka dhigay radio aan kugu celiyo axmed nimanka buuqay meesha ku hayaan axmed imanka soo sii buuqaan taagare buu sii helaa wuu sii xoogeystaaba markii axmed dadka ay kale ku kacaan oo dadkan iyo dadkan iskaashan lahaayeen dad baabuuqi axmed baabuuqo dagaal baabo beelba wax laga sheegi
كعظام بعد عيا أحمد وسي تاجي ودك ويسي هل تويسي فوجاني بحاجرة بيشن بوقي يو بيش أحمد مدو بلا أنا هنا كم بقول أصلا لوك دكين ما كي ذيك كورس إسكو هيسين وما كويس هو بوق ذكي كأكبر لوك دكينا ونلا دكينا ورجوب بلا أنا حقوق لها ما كم حان قبا أرنتن بوقن لما كل سياسين تأوذان إن أحمدوبي حوين وسكوليني وبش يسو أي سيد تاجري ما يبغى أنك درها تو وديال جارس جو نقدا جارس أحمدوبي كتاجري وحصلوا وحكينا يا ما بوق فرح بنا بالعبنا ما كم حان هبي أحمد إنه مش سيد جو ولس جو سحمة أنا يا فكر كاس قلبه وأركا لكن محاجرة ورقة صوبة حي مظل وبتنا هنا كما قلت هاي أو صمار لن أنت ذاك وإذا شاي مركا وركاس يا وسيع سينا يا أنت أحمد ذوبي وهاك السنة كل كل السنة يي ويبى ويبى محو كسيد كسيد دم بيسابة وسافر اليوم سيد ما ذاش صار صارت وين محي كتر كراري كرتة هاي دود قول ذاك على يدلك خلاف كان أحمد ما ممكن والله إني هو أنا حقا ما هذا بتو سياسي يا يا تدويني ما كان الله ما خص في قيادة السياسة ده يا قيادة ذات كوا كان الله ما قيادة ذات كوا حجر نقل والله بدل النعبة أما كون ذك بلاه وجبة نلذ جاء وحنا كبا دن كان كله سنحدث نرجع كون عليي إن أذيال دقن أو صوماليد أذيش دقن كأصل كأها اللي يقانعها وبلا سبب كومناين إن برنامج كله دلوا صحاليو ما كتر دقن كله حاليو يا لو جد بكرة سياسي جاء أحمدو أذيش دقن وقت ما غلا من كرة طاي أحمدو خبر شيء تبشب ببلد وملز لحرين أجرن وسوجي تمية حلا شيء أذيش دقن كي جبلان إن أيش نهل كريم تصوا وقت هلبا جليده بقول قطاي ودياشن ودياشن دقنك احمد مدوبي احمد مدوبي بورت انت ولا بورت اللي فكري هي ودي لسه هو معنين كره يك ما كان ما كان له وقت دب صوت دعي بان كان فاي كان وقف سياسات قيمه دبات مده سو جيتميس انسان خوش الا سديت شنتي كو صاحب سديت شنتي سو جيتميس ويان أو دبات تاسول حلين بول في يوم كرم أنا بحقا جبلان بلو بخير سكا جبلان بلو بحبا لابد أن هير بحبا موضع لعان كرام با أنت إذا قلت أنت اللي حلين هكذا أدب فوقي هاي وليوم هان أمن سنة هاي ويو بحار لبالان بعد عاي داد بال إسكلا يا حقي يا حقا با دال بالك لا قفصة دي ودول الاستعمال يو تي أن حلو هيل دك جبلان موحل كرام با صوام مالك كرام وبرك كرام وملك كرام نظام فدراليزم كان أفسق هذا فهمي. حيالي فدراكو وقيب كميدة دور ذلك هو استيقسه. لكن صوامالي وحقوفة عنده فدراليزم كو وحدود ذلك الوليد ايو دول قوات كله وقال ايو طالنا صحما. وجدا وحاول دنقى صعوده. وحاول صعود هالدور ذلك إنه مسكين تهي إنه قعم هورسة. ويو ما خد أركتو. ما نقوله بقول كي با سديت الميزانية دي سمع سنة يوم يدور لحى وأجنبي مكسب بريسو نشاب حكى صباحا سورة إن صومالو سيفهمتي في دارزم هو صراحي بكرنا أنا مع صومالو كي ما دم هين حدول ذكر نوكلين يوها قابض لوسمي وهذا فدار لوسمي وقابض قابض قبيل وقبل ما تكون بدل السنة هاي مقاسي في رسو هدي هاد أول إذن أنا بقول كيبا ما نجرت هيك قبل ما يخسر في رسو سو مالان
قبة مانجورتا بوتلان قصبة مانجورتا قلمدو قصبة مانجورتا هيرسبيل قصبة مانجورتا كفر قلبة أساس جبلة أساس ما كان لكن فضلت أساس الدوري إنه اللي سووا من قرية بقى هذا ويك جود بيان بقى ويك جود واحد أكيد اللي بعده كوي هاي كان دقائق وايد هذا وخدت خلص يعني ما كان الحياة يلعب إيش أي ويدس الحياة لا يبكى وما كان صار ليه وعوي إن فدراليزم كهبك ولو فهمي هبقى غلط وها مركات في رسو خلاف كي هري أجري بقى دولة قلت كبلان يدولة ده كان حد جبلان ده كتاعن شقاقة كتاعن مامور كونفور قلبت حلو بهاي هاي سو ماله شيسة أرجع هاي الكل اللي جيم دحينا حلي جيسو أرجع سيابا شو حلي جيسو لو لا تاجي مثل هذا سو ماله شيسة الدنيا ده شيسة لا أرجع دك تاجر سماعي سو ماله شيسة الدنيا شيسة لا ما تاجر سنين ما تاجر سنين ودول دي سو ما دول دي سو ماله دول مصو مشيس مشيس بقول هم يا دول دي حدير دول ميو مشيس بقادم ماشى وحكى هاللابي وحاويان أرنت بيدابو ليبك بيدابو نعحي نقول نعحي نحبين أنه تغو لكن إذا قلت أمبر بريو وإذا هذا كرهاديو نسامحين أنا قرد بأن أتفكيك إلهي وحي هيد دكا يعدان الهرم لقي دكا ليبك دبا لنتي الماء قون توبين كدب لقي شيء فيرس لقي شيء معين ذكرت إن سواق قبته عدالي أنت كعصون له أنت كهذا نبك وضو يا بقي لهيد ما كم حنق ما مشاس إن الدف وخرنا عاي وهذا صدق حلي محمد عبد الله في ماجد دول الدي سي ذكر صومالي والدفاع كوجين دول دم وير بيه هاد لكن دول دي حال الدفاع كوجتا صومالي كا صومالي ما وير بقى أرنتس أعرف على لما هذه ما أنت تركز أنت سواق قبته عدالة كأن يمكن دلوا كل الجين لها تيرك الجين لها صومان أو بقى لها عد دش ما لها لكن مرة هذه وهذا لقى وحي وحين وده نكسر حوليه هاي ده نبقي سته كأنه كعبسوني عد ولا حال تمام بنجيك السلام صومالي بنك وحو أذيك مش شربحين تكسر كرديها بعصب أونلاين إي بيرول wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo